بونجور. الوغ علاش شاركنا في هذا المعرض؟ باسكو حنا كنديروا لا ريدوكاسيون، تنديروا الترويض الطبي. الوغ الترويض الطبي بالنسبه للنساء الحوامل قبل ما يولدوا من بعد الولاده. الوغ ما تنديروش غير لا ريدوكاسيون، تنديروا حتى التخسيس. يعني المراه معروف انها ملي كتولد كتزاد في لو بوا، ولا ملي كتكون حامله كتزاد في لو بوا. دونك حنا اون ابورت لا سوليسيون لهاد النساء اللي تيزادوا في لو بوا، باش يكون معاهم ان سويفي بالنسبه للطريقه ديال الماكله ديالهم. وتن اون لي بروبوز اوسي دي ماشين، دونك لاماسيسمون بار دي ماشين كي دون دي ريزولتا. تن بروبوزو عليهم كيما قلت الترويض الطبي. كاين دابا تقنيات جداد بالنسبه للنساء على ود يعني مور الولاده. كاين لو هايفو دابا هو اخر تقنيه. الوغ لو هايفو سا بيرمي انه يعني المراه تندير لها لا سيونس باش من بعد ما تيكونوش عندها مشاكل، سورتو اللي كيكون عندها بزاف ديال الولادات متابعين. اي بي فوالا سور انكور ان غارانتي لو ريزولتا، لانه حنا اون سو باز سور دي تكنولوجي اللي كاينين في العالم كامل، كي زون ايتي تيستي يعني بارتو دون لو موند. الوغ المده على حساب كل وحده وشنو شنو المشكل اللي عندها فهمتي يعني. وفوقاش بدينا معها الترويض، ولا بدينا معها التخسيس، ولا بدينا معها التغذيه يعني الحميه الغذائيه. وتنديروا اوسي حتى لا بوتي بالنسبه لا فام، تو سكي بوتي، تو سكي سون دو فيزاج، لا ميزوثيرابي، ليبيلاسيون ديفينيتيف يعني بالنسبه للنساء اللي كيبغيو يحيدوا الشعر بصفه نهائيه. دونك احنا اون بروبوز تو سكي كونسيرن لا بوتي دو لا فام. فوالا اي حاجه كتقدر المراه تحتاجها باش تكون مزيانه، تكون زوينه، وتكون في صحه جيده. فوالا.